اهلا وسهلا بكم مجددا في قناه خديجه كويزين. اليوم نقترح لكم حلوى الكاوكاو. المقادير عندي هنايا، استعملت 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته بقشور ديالو وخليته تبرد وحيد منه القشور وهرمشته، ما طحنتوش بزاف غير هرمشته. حاجتنا كذلك باش قبصه ديال الملح، هنا 50 غرام ديال السنيده سكر حبيبات الخشن. هنا استعملت 50 غرام ديال الزبده على درجة الغرفة المطبخ. هنا عندي أص واحد صفر ديال البيض، وهنا استعملت 250 غرام ديال الدقيق فورس، ولكن شوفوا على حسب، لأن كاين الكاوكاو أي الفول السوداني، كاين اللي فيه اللدان بزاف وكاين اللي قليل. هنشوفوا ونعطيكم شحال العبر اكزاكت. وحاجتنا بالخماره، نصف باكيت الخماره. ندوزو للطريقه، طريقه سهله جدا. تنشدو الزبده تاعنا هكذا، تنزيدو عليها السكر الخشن، تنخدمو هكا كما شفتو عندنا هنايا الزبده، شي ماشي قاصحه، تتكون شويه راخيه راسها. تنخلطوها مع السكر الخشن، تنضيف كذلك اصفر البيض. هنا ما بغيتش نستعمل الآلة الكهربائية العجانة، حيت من الافضل نخدم بيدية. تنعلكوها مزيان هكا، تنخدموها ما تتبقاش يبان لينا الزبده. من بعد تنضيفو شويه شويه، هنا ندير تقريبا نص الكميه ديال الدقيق، نزيد عليها نصف ساشي ديال الخماره الكيماويه باش تجينا شويه يتفك علينا كما تنقولوا. هذه الشطه تجي شيشه، انا دابيتي تنديرها بلا ما تناخد زعما عيني ميزاني، ولكن الفتيات المبتدئات من الافضل. صافي يمكن غير هكا تجمع لينا. صافي خدت لينا 100 غرام كان تن نعبر الطحين ونقول لكم شحال. هكذا شتي ما قاصحه ما والو، نديرو هكا ونوجد اللاطه ديالتي فين نحط الكاطو تاعي. اذا سيدتي هنا جمعنا الخليط تاعنا، تنشدوها هكايا سهل هكذا، تنديرو شي خمسة تلستة الحبيبات هكا، ونحاولوا نديروهم بحال يعني، ما نديروش وحدة كبيرة وحدة صغيرة، نحاولوا نوزنوا بعضياتهم. تنشدو، درت هنايا جوج هذوك الصفر ديال البيض، وهنا الكاوكاو اللي مهرمش ما طحناش بزاف، ما مهرمش. تنبقاو ديروا لها هكذا، من بعد تندربلوها في الكاوكاو. تا
نحطوها. هكذا من بعد انت نحطوها على حسب، اما بغيتي تخلي حتى دير اللاطه ديالك كامله وتحطيها عادي ديرو تنجو هنا الوسط اي سيده، اما بالاصبع تاعك او لا عندك شي خشيبه ولا شي حاجه هكايا تدير الثقب باش في الاخر من تطيب هكذا تديروا لها هكذا. هكذا من بعد هنا نكمل ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الحبات ديالنا ديال الكاطو ديال الكاوكاو ها هما غندخلهم الفرن تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعه ونتلاقاو باش نوريكم التزيين اللي غنزينوا به هذا الكاطو تاعنا. ها هو ده بالصحه والراحه. غير ملاحظه الدقيق الفرص هنا قلت لكم كنت درت 125 غرام وقلت لكم درت النص عبرت درت 60 غرام ديال الدقيق فقط باش تجينا العجينه هذا والكاطو تاعنا جد هائل وهش. بالصحه والراحه وتنتمنى يعجبكم وكما دائما ابونوا في القناه نتاعي والمشاركه هي اللي تدعم وتزيد بينا القدام وبارطاجيو الفيديو بالاصدقاء والعائله وفي النهايه تنقول لكم مع السلامه في حلقه مقبله ان شاء الله.